من بلاد اللغة بعيد عن اللغة العربية، ولعل لغة أهل الصين صعبة. ورحب أخت أم كلثوم، أهلا وسهلا فيك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلي صوتك شوي أم كلثوم، ما شاء الله نشوف أم كلثوم عندها طلاقة باللغة العربية، والحين راح تتفاجئون أن هذه البنت الصغيرة كيف أنها حصلت على شهادات في اللغة العربية، في التفوق، في البنت المثالية، في علم العروض اللي أنا أصلاً ما أعرف علم العروض. فأم كلثوم تكلمي لنا شوية عن بدايتك في العطاءات الحلوة هذه، وشون أنت أصبحتي إنسانة منتجة ومعطاءة وأنت بهذا العمر. الحمد لله رب العالمين، هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى. بداية أنا كنت صغيرة، أنا يعني كانت بدايتي صعبة شوي، لأن أنا شخصيتي حساسة وهشة، يعني لما أشوف شيء خطأ أخاف أجرح مشاعر الناس، فما أتجرأ أني أقول لها، أظل يعني أضايق بروحي وأبكي بروحي من هالشي خطأ. بس أنا قرأت مقولة، قرأت حديث حق الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى أنفعهم للناس، فحبيت أني أكون من الناس اللي الله يحبهم، يعني أدور على أي طريقة عشان يعني رضى الله سبحانه وتعالى. فحلو أن الإنسان يعطي بدافع الحب. صح، عفية عليك أم كلثوم ما شاء الله. إنزين أم كلثوم، تكلمينا عن العروض وعلم العروض، وشلون أنت يعني من الصين ولغة، شلون الآن لغتك العربية ممتازة ومتفوقة في اللغة العربية ومتفوقة عموما يعني بالمدرسة، ومكرمتك مديرة المدرسة بالطالبة المثالية، شلون قدرتي أنت توصلين حق النجاح بل التفوق في شيء أصلا ما هو من يعني من أرضك ولا من محيطك؟ هو الإنسان في داخل كل شخص فينا عنده بذرة، فلازم هو يسقي هذه البذرة عشان ينمو، والناس يجنون من ثمارة ويصير في أرضه فيها خضرة ويصير حياته حلوة كلها خضرة. ليش أردتي أن تكونين شاطرة باللغة العربية؟ ليش مو بالصيني وتصيرين منتجة بالصيني؟ أن لغة العربية لغة القرآن، أنا أحب يعني القرآن فيه أشياء عجيبة، لما أي أقراها أحس صراحة بسعادة، سعادة مو طبيعية. فالقرآن يعني شيء أثر وايد بحياتي، فاللغة العربية يعني شيء ثمين بالنسبة حقي. يوم طلعوا إعلان إن علم العروض راح يقدمون دورة علم العروض في الجامعة، كنت بعاشر، ووقتها كنت منتقلة من المعهد الديني حق مدرسة ثانية عشان أخذ علمي، لأن أول شيء يقول عن النقطة إن معهد ديني ما شاء الله يباتوا كلهم يهبلون، يعني ما شاء الله عليهم كلهم أهل دين وصلاح. فأنا شفت إن الناس البرة هم يحتاجون حق الناس ينصحونهم أكثر من بنات المعهد الديني، يعني كلهم ما شاء الله فيهم خير وقاعدين ينصحون بعض، بس البرة يحتاجون أكثر، فقلت إني أطلع برة أنصحهم. وأنت تبين علمي بعد؟ إيه أبي علمي بعد. فقلت يعني أربط يعني أخذ الشيئين هذا وأخذ أجر من الله سبحانه وتعالى إني أنصحهم، لأنهم يعرف يبون أحد يساعدهم. وبالنسبة حق علم العروض شنو عرفت؟ يوم طلعت من معهدي رحت المدرسة الثانية، كان بعاشر، كانت بداية امتحانات وأعلنوا علم العروض، فيعني شيء صعب إن فجأة أنتقل إلى علمي وبداية على أبواب الامتحانات وأبي أدش علم العروض. وما هو علم العروض أول شيء عشان الفتاة تعرف الآن؟ علم العروض هو علم يختص بالشعر، يقسمون اللي هو يأخذون فيها البحور، بحور الشعر اللي هي بحر الرجز، بحر الرمل، يعني بحور الشعر. ما شاء الله، تحفظين شيء من الشعر؟ قولي لنا بيت كذي. أنا حبيت شعري اللي هو فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. طيب هذا ما شاء الله الأبيات تنتمي لأي بحر؟ أنا الحين ما قطعتها، أنا مو شاطرة بالتقطيع، بس أنا ما أقطع، لازم ورقة وقلم وأقطع. تكتبين فعل فعول فاعل. ما شاء الله، يعني لما أشوف عيون صينية وشكل آسيوي وقوة عربية أجد الحماس، أن أنا أول شيء أشعر بالخجل أن أنا لم أرتقي إلى هذا المستوى، ثم أشعر بالحماس كما شعر أحد الموجودين الآن هنا، أن أنا أتمنى أن يكون لي هذه الإنجازات. أنت نموذج طيب يا أم كلثوم. بالنسبة حق المفاجأة الثانية، وهي أنك أخذتي السند في القرآن الكريم، والسند هو قراءة القرآن المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أنا ما أخذت حتى هذا السند، مع أني عندي ماجستير في الفقه والأصول، فأسأل الله أن يرزقني. شلون خذيت السند وحفظ القرآن كامل بالتجويد والإتقان؟ الحمد لله، أنا بداية البديت حفظ القرآن الكريم عند أمي وأبوي بالبيت، كانوا يحفظوني قصار الصور، بعدين أبوي ودانا المركز عشان ما ننقطع عن تحفظ، لأنه هو شغل شوية كذي بالشغل، فبدأت أحفظ المراكز. الحمد لله أنا ختمت القرآن يوم كتب تاسع الحمد ما شاء الله. وأخذ سند على يد شيخ عبد السلام حبوس رحمه الله. توتر الشيخ عبد السلام حبوس يعني متوفي يعني على فترة قليلة، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. طيب اقرأي لنا من محفوظاتك بالتجويد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. جزاك الله خير، القراءة الرائعة والطيبة. يعني أم كلثوم، شنو تحبين توصلين رسالة حق البنات الآن قاعد يطالعونك والشهادات هذه الطيبة والإنجازات؟ شنو الآن الأثر النفسي عليك في حياتك بعد ما أنت حققتي هذه وأنت في عمر صغير؟ أبي أقول لهم إن الإنسان عنده طاقات، يعني طاقات هائلة فوق اللي هو يتصوره. كثر ما هو يبي يعطي يشوف إنه هو عنده إمكانية في أعطاء أكثر، كل ما هو يعطي زيادة يحس إنه هو يبي يعطي أكثر. فالإنسان يعني المفروض أحس إنه اللي يحس بقيمته مفروض يترك بصمة في الحياة، يثبت وجوده، فلازم يسوي شيء مفيد في هذه الحياة عشان يبقى له أثر طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى في الدنيا والآخرة. طيب بتقولين هالكلام مو كله، جملتين بالصيني. واشيوانيمن صنت جي توشي. ما شاء الله، طبعا ولا كل ما انا فهمت، بس الله يبارك لك. يعني اكيد انت حققتي الان الرضا النفسي ان انت اثبتتي وجودك، بس مو باشياء غلط، باشياء بالعكس مفيده، حتى الاخر قاعد يستفيد منك. ما شاء الله عليك ام كلثوم. اخر شيء اقول، ترى ام كلثوم الفت كتاب ويباع الان اسمه مختارات الامثال والحكم، وهي اللي مألفته، وهي توها بنيه بثانويه ما شاء الله، وهي جايبه كتاب اخضر كانت تكتب فيه خواطرها، بس ما يسعنا الوقت انها تقرا هذه الخواطر، لعل يكون لنا استضافه ثانيه معك يا ام كلثوم. شكرا. شنو شكرا بالصيني؟ شيشيا. شيشيا يا ام كلثوم. وشكرا اخواتي.